حضرتك ال 125 عضو وقعوا فعلا؟ تمام، تمام، خلاص جاهزين. يعني انتوا معاكوا دلوقتي توقيعات 120 او 125 نائب؟ لا يقارب خمس عدد اعضاء مجلس النواب اللي هو حوالي 125 نائب تقريبا. طيب حضرتك في عدد كبير من المواقع نقل عنك تصريحات مختلفة، ايه هي عدد المواد اللي انتوا طالبين تعديلها بكرة في مجلس النواب؟ انتوا متقدمين بمذكرة، المذكرة دي انا احب اخد منك انت الخبر، لانه انا عندي ليك هنا كذا تصريح بكذا دباجة وكذا مادة، يعني في كل خبر. أنا كتبت بالمناسبة، أنا كتبت على صفحتي كلمتين اتنين بس. أيوة في بقى هنا خمس مجلس نواب، لكن خليني أقول لحضرتك كمان، يعني زي ما زميلنا أحمد قال أنا ما أقدرش أقول حصر رقم حصري بكل بكل المواد، لكن أقدر أقول فكرة عامة عن أهم المواد. لو سمحت زميلنا أحمد ذكر، استاذنا الاستاذ احمد سجيني كان ذكر الماده الخاصه بمجلس الشيوخ. انا كمان اقدر اقول انه الماده الخاصه بالكوتا اللي هي كانت تقريبا لفتره انتقاليه واحده سيتم الابقاء عليها، لكن ما يقارب ال 25% من النائبات من اعضاء المجلس النواب هيكون للنائبات كوتا 25% للمراه المصريه، بالاضافه الى تمثيل ملائم للشباب الأقباط ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين. ده من ضمن الحاجات اللي موجودة. زي ما قال سيادة نائب سوف يستحدث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، سيتم إضافة فيما معناه على مهام القوات المسلحة ما معناه الحفاظ على مدنية الدولة المصرية، وده أحد التعديلات المطروحة. كمان إلغاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، واعتقد ان ده طبعا يعني تمهيدا لان يكون هيبقى فيه وزاره اعلام، ده كمان من ضمن المسائل المطروحه. وجود غرفه تشريعيه اخرى اللي هي مجلس الشيوخ او مجلس الشيوخ المصري، اعتقد ده كمان من ضمن التعديلات المطروحه. فدي مجموعه من ابرز الحاجات اللي هي تبقى موجوده، لكن بعد كده كمان في مناقشه، يعني ده مهم جدا يا استاذ عمرو الكلام اللي حضرتك قلته، لانه انا اللي انا شايفه على السوشيال ميديا دلوقتي ان الناس تقول بكره مجلس النواب هيعدل الدستور، يا جماعه مش كده، مفيش تعديل دستور الصبح، احنا بنتقدم بمجموعه من الاقتراحات طبقا للدستور، خمس اعضاء مجلس النواب قدموا مجموعه الاقتراحات، في لسه مناقشه، هنسمع المصريين وهنسمع الراي العام، وفي النهايه الفيصل الوحيد في هذا الموضوع هو الشرع المصري، المصريين هيعرض عليهم هذا الاستفتاء وهم اللي يقولوا رايهم نوافق على هذا او نوافق على هذا، كمان الماده طبعا الخاصه بمده رئيس الجمهوريه. وهي هتبقى فترتين رئاسيتين، مدة الفترة الواحدة 6 سنوات. انتوا طالبين استاذ محمود، انتوا طالبين تغيير مدد رئيس الجمهورية من 4 سنين لست سنوات. لست سنوات، مدتين المدة الواحدة 6 سنوات. وده طبعا برضو زي ما كان استاذ احمد سجيني كده من شوية بيقول، من خلال ما رأيناه في الواقع العملي. عمليا 4 سنين للمدة الرئاسية الواحدة لم تكن كافية. حضراتكم بتتكلموا على تغيير المدد اللي موجودة الآن ولا البدء في مدد جديدة؟ لا، المدد اللي موجودة دلوقتي هي المادة نفسها الخاصة بالمدد الرئاسية اللي هي بتقول إن رئيس الجمهورية مدتين، المدة الواحدة 4 سنوات، هتبقى زي ما هي مدتين لكن هتبقى 6 سنوات. يعني الرئيس الرئيس قضى مدة أولى 4 سنوات ومدته الثانية الآن 4 سنوات، فدول يبقوا 8، فهيبقى بقيله 4 كمان ولا هيبقى بقيله 8 أو 12؟ يعني انتوا الاقتراح اللي مقدمينه ولا لسه بتتداولوا؟ لا لسه ده في تداول يا فندم، واعتقد ان ده هيستلزموا ماده انتقاليه، لكن اعتقد انه هيستلزموا ماده انتقاليه وده لسه في تداول، يعني هل هتبقى البدايه من الاول ولا 8 سنوات؟ فانت بتؤكد انه من ضمن المواد التي سيتم التقدم بها غدا ماده لتعديل مدد الرئاسه بتاعه رئيس الجمهوريه؟ صحيح صحيح. ايه الانتماءات السياسية بتاعت الناس اللي مضت على ولا كل يعني؟ لا كله دعم مصر، يعني شخصيات مستقلة كانت موجودة واحزاب مختلفة كانت موجودة، والائتلاف يعني حتى رئيس الائتلاف السابق المهندس محمد زكي السويدي كان من ضمن الموقعين، رئيس الائتلاف الحالي الدكتور عبد الهادي القصبي كان من الموقعين،
كله يا فندم، وشخصيات مستقله اعتقد ان كله معظم رؤساء اللجان، استاذ احمد السجيني اعتقد هو كان نائبا عن حزب الوفد، فكله موجود يعني. طب انا عندي سؤال، يعني انا اسف انا ما اقصدش حاجه، بس ده انا لازم اساله لحد قانوني، بس مش عارف انتوا ناقشتوه ولا لا. الماده 226 هتعملوا فيها ايه؟ من ضمن المواد يعني الماده 226 اعتقد حضرتك تقصد اللي هي كانت بتقول انه لا يجوز التعديل. ايوه الماده بتقول في الدستور انه لا يجوز التعديل، انتوا اقتراحكم يعني لتعديلها يعني اعتقد انه خبراء القانون اللي هيبقوا موجودين في لجنه الشؤون التعديليه، انا عشان كده بقول ده هيبقى مجال رؤيه لهذا الموضوع يعني، مجال بحث قانوني كبير، واعتقد انه هيبقى مجال اراء طبعا يعني، هيبقى اراء قانونيه مختلفه. يا استاذ عمرو انا بقول لسيادتك من دلوقتي، المتمسك بفكره عدم تعديل الدستور سيقول ان لا يجوز التعديل طبقا لهذه الماده، والمتمسك بفكره ضروره تعديل الدستور سيقول ان هناك العديد من المخارج القانونيه، وده شيء حلو شيء عظيم جدا، خلي المصريين يسمعوا كل الاراء ويشوفوا هينحازوا لانهي راي يعني. طب لانه النقاش بيسري الافكار اصلا. طب يعني هل ممكن اطلب من حضرتك حاجه، رغم انك من اصغر الاعضاء في مجلس النواب بس انت صوتك عالي برضو يا محمود؟ إيه؟ احنا بنتعلم منك يا زعف. لا العفو، المناقشات دي يا جماعه ضروري الناس تشوفها. انا اتمنى يعني مش ممكن هنيجي بقى هنيجي مقدمين مواد لتعديل الدستور دون ان يراها احد. انا اتمنى ده، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك يعني، يا ريت بكره من الدكتور علي يعني انا بكره ان شاء الله اطلب من الدكتور علي، يا ريت الجلسات الخاصه وبالذات لما يكون كمان حوار مجتمعي وداعيين الناس يتكلموا، تكون الجلسات الخاصه بالحوار حول هذه المواد تكون مذاعه على الهواء مباشره.